السلام عليكم، يعطيكم العافية شباب وصبايا. عدنا نكمل اللي هي اليونت 4. خلصنا ايش انهينا معكم الحصة السابقة اللي هي مصدر سيتي والفوكابز المختص فيها. الآن راح نجي برضو لتكملة اللي هي الموديول. أيضا بحكي لك موديول اللي هي 3 طبعا achievements الإنجازات. يونت 4 اللي هي activity book الآن اللي هي success stories اللي هي عنوان الوحدة اللي هي قصص نجاح. اللي هي الفوكابز، الفوكابز هذول طبعا شباب لازم نهتم فيهم لأنه هاي المصطلح بيجي نفسها 100% في الامتحان الوزاري، ممكن يكون تغيير بسيط على الجملة نوعا ما. طبعا فيلسوفر هو فيلسوف، أرثيماتيك وهي علم نقدر نحكي الحساب، بوليماث وهو متعدد المواهب أو نقدر نحكي قطاعة بالمصطلح العام لدى الطلاب والطالبات، كيمست وهو الكيميائي اللي هو الصيدلاني، جيومتري نقدر نحكي وهو علم الهندسة، والماثماتيك ماثماتيشن وهو المختص بدرس الرياضيات، والفيزيشن وهو الطبيب. تمام، لو حولنا هيك نذكرك بس تذكير بسيط بالديريفيشن. لاحظ عندي I-C-A-N-A-T-I-O-N فعليا من مقاطع بنات شباب بالاسم وهو طبيب المختص اللي هو someone who the person who specialized in or qualified in medicine, mathematician someone who study mathematics geometry هو علم الهندسة، chemist كيميائي. لاحظ عندي البوليماث متعدد مواهب، ايضا فيلسوفر هو فيلسوف. لو لاحظت هالكلمات مختصة باول وحدة لما حكينا عن السبجكتس والبيبل سبيشالايز ان سيرتن فيلدز اوف سبجكت، لما صنفنا ناس تختص بمجال علمي معين وهم زي اللي هو الفيزيشن ماثماتيشن، حكينا البوليماث والفيلسوفر، وايضا عن السبجكتس المواد. فمن باب التذكير My teacher teaches math. ها والدي بيدرس الماثس، إذن he is mathematician. طبعا هون أنا فعليا بس بدي أذكرك أنا بالديريفيشن، ممكن أنا ألجأ أقول لك هون طب ليه ما حطيت mathematics أستاذي، ليش ما حطيت mathematics مع أنه هاي آية أستاذ والآ دائما بيجي وراها اسم. نقول لك تمام صح حكيك، بس هون بيقول لك my father teaches math، بيدرس الرياضيات، بيعلم الرياضيات، إذن هو is mathematician. طب هو لا ممكن أنا أشتغل عليها. اوكي احكي لك my father او my brother works at مثلا pharmacy، he is مثلا a chemistry chemist، اذا chemist. تمام، جملة اخرى اذا مدلولي هون ماس. you mustn't take medicine. اوكي مش لا يجب انك تاخذ الميديسن الدواء without بدون ايش consulting. تبع له معنى consulting يستشير. يس طبعا ايش يستشير، مين يستشير؟ ممتاز، ما اسمها ايضا فيزيشن طبيب، احسنتم. اذا هاي يستشير مين؟ ها سوري فيزيشن ولا ماثماتيشن. نمبر 3 وي ليرن اباف نتعلم او ندرس حول الشيبس الاشكال لاينز، شيبس لاينز اشكال خطوط انجم ثلاثات. وين وي ستدي وات جيومتري هندسه علم الهندسه. دان مستر طبعا شاهين اوكي از اترو working in all kinds جميع انواع of the creative and scientific fields. creative and scientific fields مجالات مالها علميه، اذا ماله هالزلمه قطاعه بوليمات متعدد مواهب معارف. اوكي رمزي is very good with numbers and calculations. he scores high in what arithmetic. طالما في numbers في calculations اذا في عندي مين arithmetic. a blanket is someone who thinks and writes بيفكر وبكتب. about meaning of life حول معنى الحياة، مين هو الفيلسوف؟ 100% الفيلسوف. تمام مهمين جدا. برضو كررنا الكلمات اللي موجودة بالاكتيفيتي، مثل polymath قلنا اللي هو a lot of knowledge all subject، بيقدر يحكي لي an expert in many subjects هو خبير في مواد. laboratory a room for scientific experiments done. founder the person who starts something new such as organism etc. scales an instrument to measure with. arithmetic the study of numbers. talent special ability نجي ما لنا علاقة. باب تأكيدنا على الاكسرسايز تاع الكليفت سنتنسز جمل الاكتيفيتي بوك لازم نهتم فيها الاكسرسايز هون. كوين رانيا opened the children's museum of Jordan in 2007. هلا الجملة ها بقدر انا اشتغل فيها، اذا بدك انت تشتغل مع نفسك ممكن انا حسب تمرين الكتاب شغال لي على مين على كوين، حاط لي it was حطينا it was
It was Queen Rania who opened the Children's Museum of Jordan in 2007. لو الطالب قال لي أستاذي أنا بدي أبرز مثلا the Children's Museum. Okay. Children's Museum, sorry. طبعا عشان أكون واضح معك. Children's Museum of Jordan. اللي هو متحف الأطفال اللي في الأردن. بقدر أبرز وأعتبره place. بدي أبرز مثلا in 2007 بعتبره تايم، بقدر اشتغل على الجمله بثلاث منحنيات. على الات بقدر ابرز، هو حاطي اندرلاين لانه قال لك ميك كليف سنتنسز ستريسنج، اكد او شدد ذا انفورميشن ان بولد، ان بولد اللي انا اسود او الاندرلاين. فاذا هون حاط لك العاملها اللي هي كوين راينا، فهو مجبرك على الات واز، فبتقول لي ات، ات واز ليش؟ واز لانه عندي فيرب 2 تصريف ثاني، فبتقول لي ات واز كوين رانيا هو اوبند بوخت الجمله. لو حكيت لك مثلا كان الاندرلاين تحت تشيلدرن ميوزيوم اوف جوردن، لو قلت ات واز ذا تشيلدرن، اوكي ذا تشيلدرن ميوزيوم، ات واز ذا تشيلدرن ميوزيوم اوف جوردن وير، او قلت لي ذات وكملت الجمله صح. طبعا كملت الجمله مش اكملها هيك، بدي اخذها من البدايه، عندي كوين رانيا اوبن ان 2007. لو اجيت على ات واز 2007 او ان 2007 when or that، وباخذ الجمع عند كوين رانيا لعند جوردن. لو اتينا قلنا ذا بيرسون، بقدر اشتغلها ذا بيرسون هو كوين احكي ذا بيرسون هو اوبند، باخذ الجمع عند 2000 بقول واز كوين رانيا، ارد احكي اذا بدي ذا بليس، ذا بليس، ذا بليس، اوكي ذا بليس، وير كوين رانيا اوبند ان 2007 واز ذا تشيلدرنز ميوزيوم ان جوردن اوف جوردن. اوكي إذا بأكثر من باب. The time, the year, when Queen Rania opened the Children's Museum of Jordan was in 2007. بقدر أشتغل أكثر من منحنى، لكن تمني الكتاب جابرني بإت، حابين ننبهك بها. جملتنا هون the year. بحكي لي الآن طبعاً بترا was made a World Heritage Site in 1985 CE. طبعاً هاي الجملة إجت بال 2022، أكون معك صادق وأجد على شكل دائرة، لكن ما بقدر أحل الدائرة لما أكون أفهم ريرايت منها. قال لي the year شباب، the year بتقول لي أستاذ وين، أوكي وين الير مبينة هايها شلنا، إذن year when بحكي بترا، بترا was made a World Heritage site. What? Heritage. حليناها سابقا. Site. بحكي الآن الجملة past من هون. إذن was. نقدر نحكي 1985 CE. 100%. هسا لو الطالب خلانا الان راحت عليه. جملة أخرى. I stopped working at 11 طبعا PM. It was at. Okay. 11 PM. When. أعطيت لي صح. أعطيتني ذات. برضو صحيحة. I stopped working. I stopped working. I stopped. نقدر نحكي مين؟ Working. Done. My father has influenced me most. The person who has influenced me most. الجملة present من has بعطي is my father. Okay. 5 انتبهوا لها. I like geography. ممكن يغير بالوزارة. I like English. I like hysterical. I like history. I like maths etc. I like geography most of all. The subject المادة أو الموضوع which أو that I like بدون الاسم اللي بدي أبرزه most of all is طبعا الجملة عندي like present is geography is geography هي الجغرافيا. أيضا the heat كررت أكثر من مرة هاي الجملة، مرة جابوها the heat، في مرة جابونا the rain، نفس الجملة made the journey unpleasant. It طبعا هي it was لأنه made. It was the heat هاي الطريقة الثانية. It was the heat ذات صحيحة، لو الطالب حكى لي which برضو صحيحة، وبكمل made okay the journey unpleasant. تمام، وهي الانسرز بشكل مطبوع عندك وسليم. اوكي okay. هون طبعا المطلوب مني خلال التمرين هان موجود معي match the beginnings with the correct ending
It's okay and join. ايش نربطهم with the relative pronouns. بهمني من هاي الجمل طبعا هي محلولين عندي تحت خلال ما رح يجيب لي الوزارة هيك بس انا بنتبه شباب وصبايا للفيلينج جابس. لاحظ هون اعطاني هو a mathematician is someone هو لاحظ في عندي someone هون وفي عندي هون works. تمام احسنت. اذا دارس الرياضيات هو الشخص الذي يعمل with numbers يعمل بالارقام يشتغل شغال على numbers. geometry and arithmetic اللي هو علم الهندسة وعلم الجبر are subjects مواد that أو which لاحظ لأنه subjects مواد are studied by mathematicians بتقسم من قبل مين دارس الرياضة. 3 physician is an old fashioned word. هلا احنا بنقول طب physician احسن احنا بنعلم بنعرف استاذي انه دكتور منين جبت لي physician. ايوه ولا حدا منا انتبه لهي النقطه. فيزيشن شباب وصبايا عشان اكون واضح معك من خلال كتابنا موضح لنا بجمله بسيطه بتمرين مختلف فيزيشن هي قال لك الطبيب is an old fashioned word هي عباره عن كلمه موضه قديمه سابقا بالعصور السابقه كان يقول الطبيب. اوكي تمام فاذا ما هو طبيب فاذا عشان اكون احنا واضحين فهو مصطلح فيزيشن قديم مصطلح موضه قديمه الان الموضه الحاليه الدكتور. Okay, old-fashioned word that or which means doctor والتي تعني طبيب. إذا نفس المعنى ما بنقدر نقول الدكتور إشي والفيزيشن إشي. في بعض زملائنا أو بعض طلبة ما بدنا نحكي عن زملائنا ما شاء الله خير وبركة بعض من طلابتنا بيفكر إنه الفيزيشن هو الشخص اللي نقدر نحكي لك qualified in medicine يعني الممارس يعني مختص يا أستاذي. لا ما في مسمى إنه دكتور مختص أو كذا بمعنى فيزيشن. لا فيزيشن هي عبارة عن old fashioned word كلمة سابقة قديمة بالعصور السابقة أو بالعهود السابقة فكانت تدعى في كلمة physician للطبيب حاليا هو الدكتور وهي تعني بمعنى هاي حكينا اللي هي دكتور. لاحظنا استخدمنا which أو ذات لوجود اللي هي old fashioned word. A chemist is a person who works in laboratory. chemist هو الكيميائي طبعا تأتي كيمياء وتأتي بمعنى صيدلان يشتغل في الصيدلية. is a person who or that works in a laboratory يشتغل في مين في المختبر laboratory. اوكي ليش أستاذ لابري ما عطيت word لا أنا أني هو أو بناء على person بناء على works. The stars and the planets. نقول النجوم والكواكب هي are things أشياء that astronomers study بدرسها داعش علم الفلك. فإذا هاي الجمل ننتبه لها مهمة جدا تجي لي عليها دوائر. طبعا بنمط اللي هي الهو بنمط بي which بسوري where مثلا بنمط سي خلينا نحكي which أو ذات وبالنمط نقدر نحكي اللي هي وين. راح أشتغل على هاي المنحنيات ونكون إحنا واضحين مع بعض بشكل دائر. هون طبعا هذا في الإنجابس أيضا هو بيحكي عن ابن سينا. الجملة هاي جابوها ل 2020 أول كورونا. مبدئيا هون اللي جاب معي ابن سينا هو أكيد 100%. ابن سينا هو is also known as okay أفيكنا. أفيكنا وصف بوليمات هو عبارة عن شخص ماله متعدد من إيش أثنا من إيش مدينة نقدر نحكي اللي هو متعدد المواهب. هذا الشخص ابن سينا لاحظ ابن سينا was influenced وكان متأثر أوكي نقدر نحكي as a young man بشاب من هو منذ صغره by the works of philosopher جابوا لهم على philosopher سنتها إيش أرسطوطل. بعض الطلاب فكروا هذا السؤال تاريخي شوية وكان هو فيلسوفر وكان فرضا معطيه جيومتري وكان معطينا برضه من الخيارات مثلا أرثيماتيك كان معطيني مثلا كذا. في بعض من الطلبة عمل لبس بهذا الموضوع ففكر الموضوع تاريخي بالنسبة لابن سينا وبلش أنه يعطي إجابات على أساس موضوع تاريخي ما انتبه أنه هي الكلمات هذيك زي جيومتري علم الهندسة هي بس أنه سابرت ما بين هو عبارة عن تفصل بس أنه يفصل ما بين أنه هو subjects مواد وبين أنه الموضوع يختص بمين people specialize in certain fields of study أنه ناس تختص في مجال معين في الدراسة. فإذا طالما في اسم شخص أنا ريحك في اسم شخص قول فيلسوف ريح راسك قولي أرسطوطل تقولي أبصر مين قولي مين إيش في اسم شخص حط له دائما ER صفة اسم ER أستاذي وخلص. He wrote طبعا an early Islamic philosophy. Islamic philosophy انتبه لها فلسفة إسلامية مو تفكر فيلسوف فلسفة إسلامية والفلسفة الإسلامية أكيد هي عبارة عن شيء أستاذي فبتعطيني which أو ذات 100% ما في غبار أستاذ which أو ذات نكمل. أوكي many subjects especially logic and ethics طبعا he also wrote إيش طبعا القانون في الطب the book ما عارفينه think of which أو ذات برضه سليمة أستاذي 100% which أو ذات became the most famous medical textbook ever in the last 10
اوكي اور 12 ييرز اوف هيز لايف، اخر 12 او 10 سنين من حياته، ابن سينا ستارتد ستادينج ليتراري ماترز، اللي مواد نقدر نحكيها ادبيه. هيز فريندز اصدقاء، اذن هو استاذي تمام. اور ذا وير وورد، كانوا قلقين اباوت هيز هيلث، حول صحته. ادفايس هيم تو ريلاكس، وطرحوا انه يرتاح. هي ريفيوز، ورفض. اند تولد هيم، اخبرهم اي بريفير ا شورت لايف، بفضل حياه قصيره. وذ ويدث تو نارو، على تكون واسعه بضيق عالي جدا. وذ لينث، يعني بفضل يعيش حياه انه يعيش مده قصيره من حياته يكون فيها باعتبار زي هو فيمس بيرسون، شخص مشهور ومعروف وانجز فيها انجازات عاليه جدا، ولا يعيش حياه طويله على الفاضي. هيك المقصد بالترانزليشن. اوكي ات واز ذا مانث اوف رمضان، شهر رمضان. اذا هي وين ابن سينا died okay in June 1037 CE رحمة الله عليه. okay إذن لاحظنا هو is also known as Vikings. okay which included many subjects three that هو طبعا كل شيء حكينا عنهم. هاي طبعا كالكوتيشن حكينا فعنها. إذا جاب ليها critical شباب والصبايا، هايها critical مقولة ابن critical thinking ابن سينا، عشان نكون احنا واضحين اكثر. الاجابه يس اي اجري، ابن سينا هي از فيموس، هو عباره عن فيموس بوليماث، هو هاز انفلونسد مي، والذي هو اثر فيا. اوكي سيجنيفيكانتلي، بشكل مرضي او عالي جدا. هي شوز، ببين ذات اف يو ورك هارد، اذا عملت بجد يو كان اتشيف، بتقدر اذا عملت بجد تقدر تنجز سو ماتش كثير ان شورت سبيس اوف تايم، بوقت قصير. احنا عبالنا نعطي اجابه قريبه لإلك، ما ندخلك بالأعاش بالفلسفه والامور اللي ما لها علاقه. وصلت شباب؟ يعني بقول لك اذا اشتغلت بجد راح تنجز ايش اشياء قصيره. يعني مثلا اذا دخلت الجامعه ان شاء الله على خير، يعني ممكن تخلص بثلاث سنوات ثلاث ونص، مش تقعد ثمان سنوات او خمسه او اربعه حسب ايش هو المقصد اللي بحكي فيه. تمام. ايضا عندنا فقره جديده اللي هي بتحكي عن ابن بصال. ابن بصال طبعا في عندنا مصطلحات في البدايه، الريجيت من الريجيشن، سبلاي لاند وذ ووتر، انتبه لها، سو ذات كروبس اند بلانتس ويل جرو، وهي يسقي او اللي هي السقي او الري او اللي هي الريجيت يسقي. بوتاني، طبعا بوتاني عشان نكون واضحين هون في خطا سبيلنج معنا، نكون واضحين لك اياه. البوتاني اوكي، بوتاني هو علم النبات، ذا ستادي اوف بلانتس، هذا نقدر اللي هو دراسه علم النبات. اوكي اللي هو علم النبات، هاي الكلمه موجوده هون، احنا مش موجوده بالكلمات هاي. ها بوتاني بالامتحان بغزيح كلمه ايش ذا ستادي اوف بلانت، جابوها بال2022، وحتى الطالب اللي كتب اجريكلتشر حسبت صحيحه له، عشان نكون احنا واضحين معك. فيرتشوال، وهي طبعا اجريكلتشر برودكتيف، وهي خصوبه يعني انتاجيه بشكل زراعي عالي جدا. برودوس مور ذان انف فود، انتاج كثير للطعام، اي بمعنى خصوبه، هاي الارض فيرتشوال خصوبه. ليجاسي، وهو نقدر نحكي ايرث. اوكي سوري هون، وات سم ون ليفز، انه ايش شخص ما ليز بترك، تو ذا وورد افتر ذير ديث، بترك ايرث عظيم، بفرق عن الانهيرتنس. انهيرتنس وهي الورثه، انه جيت سمثينج افتر سم ون دايد، يعني تحصل على مال بعد وفاه شخص ما، جدك كذا الاخره. لكن بالنسبه للارث هو يعني ليف ا جريت ثينكس تو ذا وورلد، انك تترك شيء للعالم، ليف ا جريت ثينكس تو ذا وورلد اوكي افتر ذير ديث. اوكي ليف تو ذا وورلد افتر ذير ديث. طبعا بالنسبه لفقرتنا ذا فاوندينج فادر اوف فارمينج، ذا فاوندينج فادر اوف فارمينج، الاب المؤسس للزراعه، فارمينج اللي هي زراعه زي معنى اجريكلتشر. ابن بصال واز ا رايتر ساينتست، كاتبا عالما انجينير مهندس، هو اللي هو طبعا انجينير، لا هو مين ابن بصال، هو مين ابن بصال lived، وين تعاش، وين did ابن بصال live، in الاندلس in the 11th okay center، في القرن الحادي عشر. بقول لك write down indicates that ابن بصال was a polymath، ابن بصال was what was a polymath، اذا بوليماث اذا هي الوت اوف نولج. اذا باخذ الجمله من هون لحد هون، هي ورك ان ذا كورت اوف المامون، عمل في بلاط المامون، هو عايد على المامون، واز ذا كينج اوف تويش توليديو، وهي كان ملكا لمدينه طليطله. هيز جريت شغف، ونقدر هيز جريت بيشنز، وهو
شغفه وحبه العظيم ان بوتوني. وين كان الشغف تاعه او الحب؟ في نقطتين هون بيكون يقول لك ايش الشغف تاعه، ما نقول لك اللي هو يعني بوند، زي ما انا بوند ها بيشنت اللي هو زي بوند. اوكي وير بالبوتاني بعلم الزراعه وعلم النبات، سوري بالزراعه وعلم النبات. البوتاني هو which is studied of plant، دراسه نقدر نحكي البلانت. والنقطه الثانيه اللي هي الاجريكلتشر وهي الزراعه. اذا هي رقم واحد هو ايش؟ النبات والزراعه. اولد على الرغم هي اللي هو ابن بصال، he was a great scholar، كان مكتشف وعالم عظيم. he was also practical man، وكان رجلا عمليا. all of his writing، كل كتاباته من وين اجت؟ came from what؟ from his own hands. ايش السؤال هذا؟ اجت من ايش؟ من خبرته العمليه. اوكي experience of working the land، بيعمله في الارض. one of the many things that ابن بصال، واحده من الاشياء لو ابن بصال achieved، انجزها. one of the many things which ابن بصال achieved، يعني ممكن يقول لي هنا ايش الاتشيفمنت تعون مين؟ ابن بصال. ايش هم الاتشيفمنتس؟ الانجازات. achievements انجازات. هو انجز شيء، اول شيء اللي هو the book of agriculture، كتابه في الزراعه. وفي نقطه تحت حنقول لك انه ايش؟ he designed a water pumps and irrigation system. اوكي وهو صمم نقدر نحكي مضخات المياه ونظام الري. هاي نقطتين هو انجزهم، كل واحده في مكان، انتبه لهم. The book، اذا هذا الكتاب اللي هو لايش؟ لالفه. consisted، يتالف of 16 chapters، من 16 اوكي نقدر نحكي ايش فصلا. which explain، ايش بفصل يعني بيشرح؟ what اوكي what does the book explain، نقدر نحكي او what ابن بصال explain in his book. explain how best to grow trees، كيف تنمو افضل طريقه لزراعه نقدر نحكي الاشجار. fruits and vegetables، من الخضروات والفاكهه. as well as herbs، وايضا الاعشاب. and sweet smelling flowers، والأزهار ذو الرائحة الجميلة والرائعة. perhaps the most famous chapter، واحدة من أحد إيش نقدر نحكي chapter اللي هو الفصول. was one okay was one الأكثر شهرة، الفصل الأكثر شهرة. مين one؟ مين هو one؟ one مين؟ مين 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 على chapter دير بالنا مين على chapter one that ها مين هو الذي describe how to treat different types of soil، الذي طبعا يصف كيف تتعامل مع انواع السويل، انواع التربه. ايضا ابن بصال also worked out how to عمل كيف انه واحد شو عمل الويست كل الويز الريجيت ذا لاند، انه يري ايش او يسقي الارض. by what ايش الويز اللي استخدمها؟ واحد finding undergrounding water، ايجاد نقدر نحكي ماء تحت الأرض. والنقطة الثانية digging what wells، وحفر الآبار. إذا النقطتين اللي هما استخدمهم أو طريقتين لري الأرض، حفر نقدر نحكي أجد وجد ماء تحت الأرض وبخلافها أيضا حفر البئر. هو صمم نقدر نحكي البامز المضخات المياه and irrigation system ونظام الري. أوكي all of these things كل هاي الأشياء were based on through his writing، وجدناها في كتاباته. the influence، الانفلونس عشان نكون إحنا واضحين of ابن بصال's book was enormous، كان ضخما وهائلا huge. as farmers down كل المزارعين and generations followers okay his instruction، كل ليش نقدر نحكي الاجيال تتبعوا نقدر نحكي تعليماته and advice ونصائحه، تتبعوا نقدر نحكي مين الادفايس والانستراكشن وتعليماته. اوكي بيقول لك الان بيوضحنا بيقول the land become wonderful virtue، اصبحت بشكل ايش؟ نخصبه بشكل رائع جدا. and what produce more than enough food، اذا هون اعطى معنى مين؟ معنى الفيرتشل. هون الفيرتشل اعطاني اياها من خلال الجمله لما قال لي produce more than one food، the agriculture productivity. لما قال لي for the fast growing population، نمو سكاني هائل. the irrigation system، هذا النظام ليش ري. that he لو ابن بصال and his followers واتباعه put in وضعوه play out put in place are still in evidence، ما دام ملحوظا ومشاهد في اسبانيا، في اسبانيا. although على الرغم his name is not widely known، مش معروف اسمه كثير هو ابن بصال. ابن بصال's legacy، الارث تاع ابن بصال ماله to the world has been great، ارثه كان عظيما للعالم، اللي هي الادفايس والانستركشنز. كثير واضحه الفقره، سهله جدا، اتت بال 2022. name two of ابن بصال's achievements اللي هو اتفقنا a book of agriculture designing water pumps and irrigation systems، كتابه في نقدر نحكي الزراعة
وأيضا ونصمم مضخات الماء ونقدر نحكي ونظام الري. Find a verb in the second paragraph that means supply land with water. للريجيت ما عندنا مشكلة عنها. Guess the meaning of virtual. Virtual عشان نكون واضحين وهي خصوبة. In the third paragraph which part of the text illustrates its means. طبعا في جزء بيوضحها بالكتاب. هي عبارة عن agriculture productive. Agriculture productive. الجزء اللي بالكتاب اللي بيوضحها اللي قلتك بعدين. وراها بالضبط. Produce more than food. انتبه لهذه الجملة. Guess the meaning of legacy. Legacy اتفقنا أنا وياك. Earth. Okay. In the third paragraph, what does the author suggest in ابن بصال legacy to the world? إيش اقترح المؤلف؟ إيش طبعا على Earth ليش ابن بصال على؟ Legacy means كلمة legacy means تعني what someone leaves to the world after their death. ماذا يترك شخص بعد وفاته للعالم؟ يترك للعالم مش لابنه للعالم بشكل عام. ابن بصال legacy إيش طبعا إيش هو؟ اللي ارتع ابن بصال is his agriculture instructions and advice. هاي هي الليجاسي اللي تركها ابن بصال. اذا جاب لك يا سؤال يعني هون في سؤالين سؤال اول هو معنى كلمة ليجاسي. السؤال الثاني بسألك باسلوب غير مباشر ايش هو ابن بصال's legacy to the world. ايش هم بقولك the writer mentions states that okay ابن بصال's legacy to the world write down two of them. إذن مين هما؟ Agricultural instructions and advice بآخر ليش باللاست باريغراف. Which paragraph suggests that ابن بصال was a polymath? A first sentence in the paragraph. لما قال the first paragraph writing scientist engineer botany agriculture. السؤال الأخير طبعا إجي تفكير ناقض بيجيك تفكير ناقض وطريقه سهلة جدا. Why do you think ما بيهمني what do you think. طبعا أقول لك the area around to lead you اللي هي طليطلة had fast growing population. ليش هي ايش كان عندها نمو سكاني سريع. Suggested answer I think that the area around to lead you had fast growing population for two reasons. هو أقول لك لسببين. Firstly I think that many people بقول لك many people would want to live around to lead you and the Andalus is great at the time because الأندلس was very لأنه الأندلس was a very prosperous place هو مكان مزدهر. Second لأنها مكان مزدهر لو حفظت لي يا شباب إنه هي مكان مزدهر أوكي صحيحة تمام ولو حكيت للنقطة الثانية because the area was ولأنه the area was producing a lot of food as a result okay وبهمني برضو إنه the area was producing a lot of food يخلف عليك مداش أكثر من هيك منك. أول شيء لأنها مكان مزدهر إنها مدينة مزدهرة الأندلس was a very prosperous نقدر نحكي place والنقطة الثانية the area was producing a lot of food okay. اوكي الان حبينا people would be healthier and more able to provide for children than any could. طبعا هنا اذا حبيت تكمل توضيح انه يقول لك انها بتنتج طعام كثيره وبالنتيجه ابن بصال's irrigation system بامر الري الزراعي والpeople would be healthier راح يكونوا اكثر صحه واكثر قادرين انهم يزودوا for more children اطفالهم than they could before انهم يكونوا اكثر صحه ووضعيه افضل من الوضع القديم عليه. الان طبعا بقي معنا عشان نكون احنا واضحين المصطلحات هذول اللي بدي اياهم منك سوري سهلين جدا اوكي. الان هاي المصطلحات شباب سواء الفوكابيلاري مهمه طبعا نيجي لهم وراح نشوف كل واحده مع واحده. ان هات كانتريز في الدول الحاره سولار سولار وات باور هي طاقه حفظ كل واحده مع ارتباطها طاقه شمسيه طاقه ماذا شمسيه اوكي. جرين projects and are environmentally friendly. صديق أستاذ لمين للبيئة أحسنت أوكي. wind what wind farms مزارع ماذا مزارع الرياح أحسنتم أوكي. an example of what energy طاقة مالها renewable متجددة تمام طاقة مالها متجددة برافو أوكي. now انتبه معي بيقول لك الان if a city recycles everything and doesn't throw any طبعا الجمله جابوها بترتيب الجمله الترتيب الصحيح the correct order of the sentence if a city recycles everything and doesn't throw anything away it's zero what zero waste zero waste. لما قال لي ها طلع if city المدينه recycles everything عادة تدوير كل شيء doesn't throw anything away وما كبت اي شيء اذا هي ايش zero waste خالي من النفايات خالي يعني خالي من النفايات. سانتوم تفهم المعاني كثير رائعة وكثير مهمة.
We burn carbon whenever we use oil. رح نحرق إيش الكربون حيثما we use oil. إحنا مستخدم oil أكيد فيه إيش عملية احتراق بصلنا. This known is a our carbon what footprint عملية الاحتراق اللي بتصير. طبعا كربون انتبه له كربون footprint وهي بصمة الكربون وقلنا اللي هو أدخن أو عوادم السيارة. If we replace إذا إحنا استبدلنا as much carbon as we burn استبدلنا الكربون اللي إحنا بنحرقه we are شو بنكون لما نستبدله carbon نحط لي hyphen هون شحطة انتبه للشحطة انتبه للشحطة لاحظ بيكون فيه carbon neutral لا تخربط بيناتهم neutral محايد للكربون أوكي وهي جابونا إياها بال 2020 برضو ذا correct or ترتيب الصحيح a place where no cars المكان ما في cars حتى كان في خطأ السنة لما جابوا لها are allowed بسمح is an car zone free zone منطقة خالية من السيارات and it is friendly pedestrian صديقة لمين للمشاة هيك طبعا صبايا وشباب هذا هيك انجزناه مهم جدا تمرين ضروري تحفظون اياه ان شاء الله اموركم سلام وامورنا طيبه وان شاء الله تكون قدرنا نوصل لك الشيء اللي انت بحاجته من حيث الفقره ونصوصها وتمرين المصطلحات اللي فيها والله يعطيكم الف عافيه كان معكم الاستاذ نزار ابو عمر من منصه جو سكول يعطيكم الف عافيه